أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أخذ العوض على مسابقة مزاين الإبل؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما حكم أخذ العوض على مسابقة مزاين الإبل؟ لا، العوض على السباق، ما هو على الشكل. العوض على السباق، أي البل اللي يسبق إلى الغاية، لأن هذا من التدرب على الجهاد، لأن الإبل من دواب الجهاد فتمرن على السباق. أما الأخذ على أن أجمل فرس أو أجمل ناقة، هذا لا أصل له. نعم.